كما كتعرفوا جميعا الظروف اللي كيعيشوها اللي كيعيشها القطاع ديال المقاهي والمطاعم في الوقت الراهن، واللي هي متأثرة بواحد الشكل كبير بالجائحة ديال كورونا. أغلبية المقاهي والمطاعم خدامين بطاقة استيعابية ديال 50% اللي فرضها الدولة، ولكن مع ذلك تيصعب عليهم أنهم يوصلوا لهذيك الطاقة الاستيعابية، كيخدموا ب 20% 30%. واللي زاد تأزم هذه الوضعية هو التحديد ديال الساعة الثامنة، تحديد الإغلاق على الساعة الثامنة. وكما تتعرفوا خصوصا في مدينة مراكش اللي هي مدينة ليلية، واللي الناس اللي كيجيو لمراكش ولا الساكنة ديال مراكش سيغتو ملي كيبدا الجو كيسخن الناس ما كيخرجوا حتى للعشية، عاد كيبغيو يتلاقاو، عاد كيبغيو يمشيو للقهيوات، عاد سميتو عاد نعرفوا بأنه حنايا أغلبية ديال السكان ديال مراكش ماشي موظفين، الناس تجار واللي الخدمة ديالتهم هما اليومية ما كتسالي حتى السبعة العشية ولا ثمانية العشية، صافي هو عاد كيبغي يمشي يجلس في القهوة. هاد الناس كلهم ضعنا فيهم لا اصحاب المقاهي ولا اصحاب المطاعم، لهذا كنطلبوا من الناس المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله هذه ويرجعوا التوقيت على الاقل كي كان للساعه 11، مع العلم اننا حنا كنتمناو كجمعيه انه يمتد حتى للساعه 12 ليلا. والاهم من هذا هو انه يتخذ بعين الاعتبار بانه في رمضان المبارك غادي يكون من المستحيل على اصحاب المقاهي والمطاعم انهم يسدوا مع الساعه الثامنه، لانه الساعه الثامنه الناس يلاه كيساليوا الافطار ديالهم، ما غيمكنش انهم يجيو للقهوه قبل من 8. لهذا كنتمنوا انه باذن الله في رمضان يتحدد التوقيت في الساعه 12 ديال الاقفال، باش على الاقل هذوك الناس يستافدوا باش يقدروا على الاقل يسدوا الحاجيات ديالهم ويخلصوا الشغيله ديالهم اللي هما راه الرزق الوحيد ديالهم هو هاد المحلات هادو. اليوم غنطرق في واحد الموضوع المهم، هي الموضوع ديال الشغيله اللي كاينه في مراكش، اللي شغيله 90% خدامين في لا ريستوراسيون في سيو مراكش. المشكل الاساسي اللي عندنا هذه عام دابا باش بدات الجائحه من 17 مارس، تم الدعم في لا بيريود ديال 3 شهور ومن بعد الناس توقفوا في الخدمه. كانت واحد لا ريبريز من بدا في شهر 8 9 كان واحد لا ريبريز اللي 50% اللي خدموا بسالير ديال 50% ونص 50% الثانيه جلسوا في الخدمه. دونك هل يعقل بان 50% ما جلساش وما عندهاش الدعم؟ مشكل كبير. انا بحكم عندي علاقات مع الناس وعندي الناس بزاف اللي تيسولوني على الدعم من ناحيه الشغيله، المشكل الاساسي اللي كاين هو الناس دابا معاناه ديال الناس هما مثلا الناس اللي عندهم كريديات، الناس اللي عندهم مدخلين ولادهم لي زيكول بريفي، اللي تضطروا باش يخرجهم لي زيكول بريفي ويدخلوهم المخزن، والناس اللي عندهم سيزي في محلات ديالهم، عندهم سيزي في السيارات ديالهم اللي خداوها، اللي بغاو غير واش كاين شي فاسيليتي ولا اعفاءات ولا كاين شي دعم اللي يمكن لهم يخلصوا جزء من 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 لي كريدي اللي عندهم. وهذا المشكل فريمون الى شهر على شهر الى ما تداركش وقاو حل اساسي غادي يكون مشكل كبير. مشكل كبير اللي خصو لا 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 المسؤولين في هاد المدينه ولا المسؤولين ديال الدوله خصهم يشوفوا فريمون في نظره في الشغيله ديال 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 مراكش، والشغيله ديال مراكش هي هما الموتور ديال السياحه ديال مراكش، حيت 90% الناس دي بروفيل اللي خدامين هما اللي محركين مراكش في لي ريستوراسيون في لي زوتيل وفي كاع في لي سيكتور سو مراكش. هاد الشغيله الا ما تعاوناش معاها وقفنا معاها في الاول راه غادي 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 نلقاو مشكل من لا غوبريز. المشكل الاساسي اللي تنفكروا فيه حنا حاليا هو ما بعد الجائحه، ما بعد الجائحه مازال ما لقينا حلول. ها الناس كاع غادي يبداو في لا غوبريز ان شاء الله وغتقاد الامور، واش كاين الناس اللي غادي يكون ثقل عندهم كريديات، عندهم لا في صحاب المحلات لا في الشغيله حتى هما راه يكون عندهم واحد المعاناه، خصكم واحد دعم مباشر لهم اللي يمكن لهم يسيروا ياخذوا اون غوبريز مزيان ان شاء الله وتداركوا الامور ان شاء الله. كنتمنوا من الجهات المختصه بهذا الامر هذا يدير واحد الالتفاته تكون مزيانه بالنسبه للدعم، بالنسبه للعائلات راه ما كاين ما دعموهمش ما كاينش الدعم. علاش ما فهمش انا تقصات هذه الفئه بالضبط؟ واش حنا ما داخلينش في السياحه؟ مراكش بالاخص هي منطقه سياحيه 100% وما كاينش اللي يدها فيها. كما تنقولوا حنا لواحد المثل كما قالوا الحسن الثاني الله يرحمه، السكين وصل العظم، كنت نقولوا بالعربيه تعرف السكين وصل العظم، ما كاينش شي واحد كاع في هاد الناس هادو
ما كاينش بين الدعم، ولكن بنادم مقهور مقهور، العائله تشردوا في مراكش، حتى واحد ما داو في مراكش مشات، لا سياحه داخليه، هي الداخليه كنا تيطلقوا لنا ما بين الحدود ما بين المدينه والمدينه، كنخدموا مع السياحه الداخليه، دابا كلشي محبوس، ما عمنا نخدموا، وما كاين لا دعم، الاول تيقول لك غيكون الاغلاق، غيكون الاغلاق، الا غلقوا سدوا لنا حتى في رمضان الا سدوا مشكله، ما يعطيونا الدعم، يعطيونا الدعم ونريحوا، يسدوا ديك الساعه الا بغاو يسدوا مرحبا، خاص يكون يدعم للمساكن والفقراء، راه واكلين العصا مراكش بالضبط، واكل العصا بالمزيان، ما كاينش اللي يدافع فيهم كاع، الا سدوا مع الثمانيه على الاقل اللي يزيدوا مثلا حتى لديك ال 11، فهمتي، على الاقل حتى لديك ال 11، علاش؟ يلا غتدخل انت غاد مثلا غتخدم الفطور، دابا عرفتي رمضان حتى واحد ما غيجي الا الفطور، لا غدير شي الفطور اللي غتسر به الفطور، ما عندك واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع بعدا مازال واحد شويه غت كومين بعدا كنت نقول واحد شويه غدخل فيه شي حاجه قليله.